سيد حضرتك صحيح سعيد ان اشوفك احنا سعداء بيك ربنا يخليك اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا احنا كان عملنا المشروع ده على اساس حتى دي حضرتك ان احنا نكتشف المواهب في معظم محافظات مصر عملنا البرنامج الاختبارات دخل عندنا حوالي 50,000 لاعب ودول مش مقيدين ولا في نادي ولا في مركز شباب ولا سن قد ايه 14 سنه 14 مواليد 2008 وهيكون ان شاء الله يكون مستقبل مصر 14 سنه ومعانا 50,000 لا كان 50,000 ده في الاول عشان بعد كده نبدا نصف الاولاد وناخد احسن العناصر اللي فيها ونكتشفها بحيث ان احنا نبدا نعمل لهم البرنامج التاهيلي بالنسبه لهم سواء كان تدريبات فنيه او كمان تربويه وفي نفس الوقت سلوكيه. ايه الشباب ده؟ ازاي؟ الله يخليك الخير انا بخير انت ازيكم انا سعيد ان انتوا كده احنا عشان نعمل بس عايز اقول لكم على حاجه طبعا المهارات ما فيش كلام هي الاساس لكن اللياقه البدنيه الايه؟ اسمعوا التعميد ما تنسوش لا الهائله الايه؟ الهائله القدره البدنيه القويه جدا هتخليك لو انت عندك مهارات كويسه لاعب مالكش ايه؟ لاعب مالكش ايه؟ لاعب مالكش ايه؟ نشرب سجاير؟ نشرب سجاير؟ لا ما فيش غير الايه؟ رياضه وكره ومذاكره طبعا ان شاء الله مش كده طب انت هتلعبوا ان شاء الله في العاصمه عارفين في مدينه اولمبيه هناك فيها 86 85000 راحوا فيها شفتوه راحوا فيه واتمرنا فيه ولعبنا فيه هنعمل الافتتاح هناك ازاي حضرتك يا فندم ازاي الدهليه والدلتا كلها منوره بوجود حضرتك منوره بيك يا عمر انا اسمي عمر محمود من محافظه الغربيه مركز سانتا انا سعيد قوي بوجود حضرتك النهارده شاكر مش هتخيل في يوم ان انا اقابل حضرتك ليه؟ ده انا على عيني يا ابني والله وبالنيابه عن صحابي احب اقول لحضرتك ان انا اوعد حضرتك ان شاء الله ان احنا هندخل كاس العالم وبس مش هندخل كاس العالم ان شاء الله ندخل كاس العالم وناخد كاس العالم يا رب عايز اقول لك يا عمر الاماني جميله الاماني ايه؟ لكن عشان تحقق اللي انت بتقول عليه ده عايز جهد مش منك انت بس من كل المجموعه اللي قدامي مش على قدكم انتوا بس لو هم على قلب رجل واحد لو ايه يا اولاد؟ يعني ايه قلب رجل واحد؟ يعني بنحب بعض وبنتدرب كويس وكمان اخلاقنا تبقى ناس بتشوفنا الناس ايه؟ بتشوفنا ولو انتوا شفتوا الماتشات القديمه ايام الكابتن احمد وكابتن صالح واحمد يعني الناس اللي هم جيل اللي انا شفتهم يعني الناس دي كانت بتدي صوره جميله جدا للمجتمع ان هم ما بيغلطوش ما بيتصرفوش تصرفات كلها تصرفات جميله تعكس الرياضه ده اللي بس نصيحتي ليكم ان انا اقول لكم كده انا اسمي يوسف سعيد نصير مركز كفر زياد اهلا يوسف حضرتك بتعرف النهارده عيد ميلادي كل سنه وانت طيب يا حضرتك طيب كل سنه وانت طيب النهارده احسن عيد ميلاد في حياتي واحسن يوم في حياتي كتر خير حضرتك انت تلعب كده حاضر هتلعب بيها ولا هتشيلها؟ هشيلها طبعا هتشيلها يبقى انا هكتب عليها ايه؟ هكتب عليها بسم الله الرحمن الرحيم ابني ايه بقى؟ يوسف كل سنة وانت طيب طيب هكتب عبد الفتاح الكرة دي بقت غالية النهاردة كان بقى؟ 1/12 1/12 فات 12 اختي جدا يا يوسف اللي سهل تطالب شكرا شد حقك يا شباب استنى واشوف بقى استنى وايه؟ اشوف انا وفقت
سعيد جدا جدا النهارده ان انا معاكم. يوم جميل واهل المنصوره ناس نعم كتر خيرك وتشكر. تفضل. يعني انتم اكرمتونا بجد. في كل مكان دخلته شفت الاصاله بتاعت المصري يعني. فانا بشكركم يعني والله على ايوه الكوره بقى ايوه الكوره مش كده شك. اقول لكم على حاجه يعني انتم جبرتوا بخاطري النهارده والله العظيم. يعني لا والله انا طب انا بحلف انا بقول لكم الاهل الدهليه جبروا بخاطر النهارده في كل مكان رحتوا ربنا يبارك. نعم ربنا يكبر خاطر. خلي بالك. طب انا هقول لك بس واقول لكم كلكم انا راجل بسيط قوي راجل بسيط خالص. لا والله خالص يعني لما وراء ربنا اللي اراد ان انا ابقى هنا بس. ربنا يكرمك. وحضرتك طيبة وعايز أوريكم بقى إن لما المرأة تتكلم كلنا لازم نسمع. إحنا النهاردة عيد يا ريس إن حضرتك عندنا النهاردة في محافظة الدقهلية وعيد لكل مصر جميعا. كل سنة وحضرتك طيب والله إحنا مش مصدقين مع حضرتك بس الحمد لله ربنا يحميك ويعينك وإحنا كلنا ظهر لك يا ريس والله يعينك ويقويك. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. كل سنة وانتم طيبين وأهل الدقهلية بخير وفي سلام وأمان ولازم تكونوا مطمنين على بلدكم مصر. خلي بالكم انا لما بقول اكرمتموني هنا ولما بقول ان انتم جبرتم خاطري انا بتكلم على منكم وكمان ده بيوصل للمصريين يعني لان الموضوع اللي انا بقوله ده انا عايز اقول لكم انتم هتلاقوا دايما على مدار الشهور اللي فاتت والسنين اللي فاتت واللي جايه كلام كتير قوي يقلقكم ويخوفكم ويقول لك هيحصل مش عارف ايه وهيحصل ايه وكلام مش طول ما ربنا معانا اللي بيحصل ده واللي بتسمعوه وده الكلام اللي انا عايز اكمله معاكم ليكم وكمان للناس في مصر يعني هو الصراع والمعركه ما انتهتش وبالمناسبه هو ده حكم ربنا على الدنيا. أنا بقول كده لكم ليه؟ عشان بقول لكم دايما هو دايما محاولة إن أنتم أنا بكلم كل الناس مش أهلنا في دقهلية بس هم دايما عايزين يخلوا الناس عايشة في قلق يخوفوهم ويقلقوهم يا ترى هيحصل إيه؟ طب 10 11 طب 11 11 طب 25 طب الموضوع على طول بقاله سنين على كده وانتوا لازم تكونوا فاهمين ده لان هو طب هو هيريحك ليه هو انت سلمت له هو انت سكت عليه لا ما سكتش طب انت بقيت مش انا خصم ومش الحكومة خصم بقت مصر خصم مصر ايه بشعبها خصم
لو ناس تفهم يعني، لو ناس، انا مش بكلم، انا بكلم عليهم يعني، لو يفهموا، لو يفهموا. تفضل. نعم. ايوه حاضر. لا مش اسف. ليه؟ شوف انا هقول لك على حاجه برضو على النقطه اللي انت بيتكلم فيها. زميلنا او ابننا او اخونا يعني بيتكلم على ان يعني ان مستلزمات الانتاج، مش كده برضو؟ مستلزمات الانتاج. وانا يمكن قلت من حوالي شهر وشويه كده، قلت ادونا شهرين، مش كده دكتور مصطفى؟ ادونا شهرين وهنخلص الموضوع ده. وانا عايز اقول لكم، انا مش هخبي عليكم حاجه، مش هخبي عليكم حاجه ابدا، عشان اصلها مش بتاعتي، دي بتاعتنا كلنا، دي بتاعتنا كلنا. المشكله فين؟ المشكله ان احنا حجم اللي بنجيبه من بره بالعملة الحرة، أي ما كانت العملة الحرة، دولار، يورو، أي عملة أخرى، أكبر من حجم اللي احنا بنصدره أو بنتحصل عليه. فكنا احنا يعني كنا قادرين نتعامل مع الموضوع دوت خلال الثلاث سنين اللي فاتوا دول كويس. ولو تفتكروا ان احنا في 2016 عملنا يعني تحليل لسعر الصرف، وبقى الدولار بين ال 15 وال 16، وقادرين نعيش على كده. الثلاث سنين اللي فاتوا دول، منهم سنتين بتوع كورونا، ده كان مشكله اقتصاديه كبيره قوي. ودلوقتي السنه الثالثه اللي هي اللي قربت تقفل، زي ما بنقول دلوقتي على الحرب الروسيه الاوكرانيه، دي عامله مشكله كبيره في العالم كله. اللي احنا بنحاول في مصر ان احنا نقلل اثاره، نقلل ايه؟ اثاره على كل مصر. ولسه كنت بتكلم مع اخواننا المزارعين، فبيقول لي مثال يعني، بيقول لي يعني الكيماوي زودهولنا شوي. قلت له خلي بالك، انا كنت بعمل الكيماوي ده، مش انا، الدولة، المصانع، وكان وحدة الغاز بثلاثة دولار واربعة دولار. النهارده وحدة الغاز في العالم ثمنها 30 و40 ووصلت احيانا ل 60، مش كده؟ 60 دولار. الكلام دوت ما احنا حاولنا بقدر الامكان ما يتنقلش لكم، ما يتنقلش يعني للمصريين. يعني مثال، والكهرباء الدكتور شاكر موجود معانا، مش كده؟ دكتور شاكر موجود معانا النهارده. مثلا هو كان بياخد وحدة الغاز عشان ينتج الكهرباء دي ب3 دولار. انا مش باخدك في حتة تانية، لا لا، انا عايز افهمك ان القصة على بعضها مشكلة كبيرة، مش في مصر، هي في الدنيا كلها. واحنا بنحاول في العالم كله زي ما بيتقال، بس احنا بنحاول ان هي ما تعصرناش، ما ايه؟ لكن هي المفروض نتيجة الأحوال اللي موجودة ديت، القمح اللي كنا بنتكلم ب 280 و300، مش كده؟ احنا بنتكلم في أكتر من كده بكتير. ومنتجات كتير، الزيت على سبيل المثال، لأن حصلت في العالم يعني شوية مشاكل كده أدت إن الأسعار دي زادت. لكن أنا هكلمك على حاجتين، على مستلزمات الإنتاج وعلى التسعير اللي احنا حاولنا كحكومة وكدولة انها ما تعكسوش للمواطن. كان الكهرباء قبل ما الغاز يزيد كان في 17 مليون وحدة سكنية، شقة يعني، اي مكان حجمها، بتاخد الكهرباء دي بتلت تمنها. بكم؟ وكان تكلفة انتاج الكهرباء دي مبني على 3 دولار للوحدة. النهارده ب 40 دولار للوحده، و 50 دولار و 60 دولار دلوقتي في العالم كله. احنا ما عملناش ده، ما عملناش ده. يعني اللي قدرنا نعمله انتوا ما قلناش عليه، يعني حتى عشان
خلاص هنعمل الاجراء ده عشان ما يبقاش ضغط عليك. لو جيت النهارده انت كنت بتدفع فاتوره كهرباء مثلا 100 جنيه ولا حاجه ولا اكتر ولا اقل، وجيت قلت لك ايه هتبقى 1000 جنيه، مين يطيق؟ هو الاوروبيين عملوا كده، عملوا ايه؟ الاسعار زادت، يا دكتور مصطفى عملوا ايه؟ راحوا حملوها للناس. انا ما اقدرش اعمل كده مع المصريين لان احنا ظروفنا اصعب، هم هناك اغنياء. ربنا يعيننا على الخير كلنا. هرجع بقى لمستلزمات الانتاج. فمستلزمات الانتاج من ضمن الحاجات اللي اتاثرت بالموضوع دوت سلاسل الامداد والقصه اللي انا بتكلم فيها. بقى لنا كام شهر؟ 4-5 شهور تقريبا، مش كده؟ تقريبا. انا يعني بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا خلال الشهرين اللي انا وعدتكم بيهم نكون ايه؟ خلصناهم. احنا هنا ما بنتكلمش على المناطق الصناعيه، احنا بنتكلم على اي مستلزمات انتاج ممكن يكون في جزء يخصك، لكن اكيد يعني مثلا على سبيل المثال النهارده اخواننا المزارعين اللي هم عندهم مزارع لانتاج الدواجن بيقول لي الذره والعلف غالي قوي او مش موجود حتى او ايه مش موجود. طب انت عارفين كلكم يا مزارعين مصر، عشان بقول لكم خلي بالكم من الارض بتاعتكم، الارض بتاعتكم غالية قوي. انتوا عارفين ان احنا 7 مليون طن ذرة، مش كده؟ عارف احنا بنجيب قد ايه ذرة؟ 7 مليون من بره. فكل الاعباء اللي انا عايز اقول لك عشان تبقى عارف ليه سبب المشكلة اللي حضرتك بتتكلم عليها. بقيت انا اقول ايه؟ اجيب يعني واحد فيهم، اجيب يا دكتور مصطفى، اجيب الاكل اللي غلي ولا مستلزمات الانتاج اللي ممكن اصبر عليها شويه، لكن مش هننهيها، لا مش هننهيها ان شاء الله. خلال الشهرين اللي جايين دول زي ما اتفقنا كل الكلام ده هنكون ده هنا. يا رب يعيننا ويبعت لنا رزق نراضي بيه الناس كلها. نعم، ربنا يبارك فيكم. كتر خير، شكري. خلاص يا محمد مرضي، شكري. هستأذنكم من فضلكم، شاكرين جدا. سلام عليكم. سلام عليكم. عالقد لكن عايشين وفي سكتهم ماشيين.